لانها استعادت الكثير من عرضيتها في قطاع السياحه وتقديراتنا احنا من هنا الى غايه موسم الصيف القادم وهو موسم هام جدا بالنسبه لتونس سوف يكون هناك نمو وليس تراجع. لا نعتقد بان الحدث الاليم والارهابي والبشع الذي حصل سوف يكون له تاثير كبير لا على المدى المتوسط ولا على المدى القصير.